اهلا بيكم حبايبي طلبه طلبات الصف السادس، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مع بعضنا النهارده يا اولاد اكسرسايز ولسون 5 في كونسبت 1 3. اول سؤال يا حلوين بيقول تشوز ذا كوريكت انسر، اختار اجابه صحيحه. الكتريسيتي كان فلو ثرو، الكهرباء ممكن تمر خلال الكتريك كوندكتور، الكتريك انسيوليتور، وودن بار يعني ساق من الخشب، ان اريسر استيكا اللي هي مصنوعه من الربر. طبعا الاجابه يا ولاد الكهرباء بتمر خلال الكتريك كوندكتور. يبقى الاجابه يا محترمين رقم ايه يا ولاد؟ رقم ايه؟ 2. نقط ار يوز تو ستوب ذا فلو، ستوب يعني بتوقف. مين اللي بيوقف مرور الكهرباء؟ طبعا اكيد الكتريك انسيوليترز. في فرق بين كلمة ستوب وفي فرق بين كلمة سلو. ستوب يبقى اللي بيوقف الكهرباء الكتريك انسوليترز، السلو يبقى الكتريك ريزيستورز. اوكي اللي بقى رقم 3 يا ولاد، نوت كان بي فاوند ان توسترز اللي بيحمص العيش، ها مين اللي بيبقى موجود هنا اللي من خلاله بنبطئ او نتحكم في شده التيار؟ طبعا اللي موجود ايه يا اولاد؟ الكتريك ريزيستور. يبقى نقط كان بي فاوند ان توستر اند نقط الالكتريك ريزيستور بيبقى موجود في التوسترز، وكمان والالكتريك ايه يا اولاد؟ ستوف. يبقى رقم 3 اجابتها يا ولاد اجابتها بي. اللي موجود في التستر الكتريك ريزيستور وموجود كمان في الالكتريك ستوف، فاهمين يا ولاد؟ اللي بعده ان ذا نوت سيركت ذا لايت بالب ذات ار كونكت ان ون لوب، ون لوب يعني مسار واحد، يبقى على طول في يا ولاد في نوت سيركت دار نوت لايت بالب ذات ار كونكت ان ون لوب واللايت اب. طالما قال ون لوب يبقى سيريس، وطالما اللمبه هتنور يبقى ايه؟ يبقى الدايره مغلقه، تبقى الاجابه كلوزد سيريس. الاجابه رقم دي. 5. النقط ذا الكتريك سيركت كان فلو ثرو ديفرنت برانشز، طالما قال ديفرنت برانشز مسارات متفرعه مختلفه، تبقى الاجابه ايه يا ولاد؟ تبقى الاجابه بارل سيركت اونلي. يبقى 5 بي. 6. نطلع كده فوق عشان نشوف. نوت از يوز تو سلو ذا فلو، مين بيستخدم لتبطيء حركة الالكتريك كارنت؟ طبعا الريزيستور، لسه شرحناها فوق. ساينتست يوز ا نوت تو ديتكت، ديتكت يعني بنكشف عن مرور التيار. العلماء بيستخدموا ايه؟ يعرفنا اذا كان التيار بيمر ولا مش بيمر، موجود ولا مش موجود، جلفانوميتر. الكلام ده واخدينه في الشرح. الكتريك ريزيستورز ار فاوند ان اول ذا فولوينج ديفايسز، الالكتريك ريزيستورز موجود في كل ده ما عدا التستر، هو موجود في التستر، والمايكروويف موجود في الالكتريك ستوف لكن مش موجود في الباتري. 9. All of the following are from the properties of parallel electric circuit. كل ده من ضمن خصائص الدوائر الكهربائية المتصلة على التوازي اللي هي البرانشنج، ما عدا All components are connected together، كلها متصلة مع بعض. Electric current pass in one loop only. هي دي بقى. هنا بيقول إن التيار الكهربي بيمر in one loop، لا غلط. لان الكلام ده موجود فين؟ موجود في السيرس مش موجود في البر. اوكي طيب اللي بعده يا اولاد يبقى رقم
تسعة إجابتها يا أولاد، تسعة إجابتها بي. اللي بعده رقم عشرة. إلكتريك وايرز آر ميد أوف، الأسلاك مصنوعة من نقط، طبعا مصنوعة من الكبر والألمنيوم. ليه؟ عشان دول إلكتريك كوندكتورز بيسمحوا بمرور الكهرباء. اللي بعده ترو أور فولس، صح أو خطأ. إن سيريس سيركت، في الدوائر اللي على التوالي الكترو كارنت كان فلو إن ديفرنت برانشز، طبعا غلط الكلام ده. في البارلل في السيريس يبقى أول لوب. ذا ماتيريالز ذات آر يوز تو كونكت ذا كومبوننتس، المواد اللي بتستخدم لتوصيل الإلكتريك سيركت ار كولد الكتريك انسيوليترز، برضه غلط. اللي بتوصل الكتريك كوندكتور، اوكي. يبقى الاولى والثانيه يا اولاد والثانيه غلط. ثلاثه الكتريك ريزيستورز ار يوز تو سلو ذا فلو، بتبطئ حركه الالكترونز. الالكترونز دي اللي هي الالكتريك تشارج اللي هي الالكتريك كارنت، طبعا الاجابه ترو. الكتريك انسيوليترز كيب اس سيف فروم جيتنج شوك، المواد العازلة بتخلينا آمنين من ان احنا جيتنج شوك، يحصل لنا صدمة، طبعا الاجابة ترو. خمسة تاون اند سيز ار بارت اوف الكتريك سيركت، مظبوط. المدن والبلاد تعتبر جزء من الدوائر الكهربية. ستة الكتريك ديفايسز، الاجهزة الكهربية ان هاوس في البيوت are connected in series no in parallel. The device that is used to detect the electric current، الجهاز اللي بيكشف عن مرور التيار الكهربي اسمه galvanometer. True. رقم سبعة اسف تمانية، نطلع كده فوق عشان نشوف. When a magnet is placed at rest away، يعني يكون واقف كده على جنب، ها بعيد، ريست اواي بعيد من الكويل، الكترو كارنت ويل بي برودوسد. نو، لازم الماجنت يتحرك جوه الكويل عشان يقطع خطوط، عشان يحصل قطع لخطوط المجال المغناطيسي ويتولد التيار. تسعة the needle of galvanometer moves on، الإبرة بتاعت الجلفانومتر بتتحرك on moving عند حركة المغناطيس in and out of a copper coil. true، مظبوط. لما يتحرك المغناطيس إلى داخل وخارج الملف فالمؤشر بيتحرك، دليل على مرور الكهرباء. رقم عشرة by increasing the number of loops، بزيادة عدد اللفات بتاع الكوين and moving a magnet inside it rapidly، ونحرك المغناطيس بسرعة، the amount of generated electricity decrease، غلط، المفروض increase. there is no relation، لا توجد علاقة بين المغناطيس والإلكتريسيتي، غلط، توجد علاقة. مع بعض يا محترمين، write the scientific term. One of the components of an electric circuit، من ضمن مكونات الدائرة الكهربية، that is used to limit، limit يعني بتحد أو slow the flow of electricity، مين يا ترى من ضمن المكونات وبيبطئ من سرعة الكهرباء أو بيحد من سرعتها؟ الإلكتريك ريزيستور. المقاومات يا أولاد، المقاومات الكهربائية. اثنين the type of electric circuit in which all components must be connected in one loop، نوع من الدوائر فيها الكهرباء بتتحرك one loop، يبقى series circuit. ثلاثة the type of electric circuit، نوع من الدوائر that's found in house، موجودة في البيوت على طول، يبقى parallel circuit.
A device can be used. جهاز ممكن نستخدمه للكشف عن مرور الكهرباء. احنا بنتكلم عن ايه؟ galvanometer. Materials that allow electrons. مواد بتسمح بمرور الالكترونات. طبعا electroconductor. Materials that don't allow electrons. مواد لا تسمح بمرور الكهرباء. يبقى electric insulators. اللي بعده يا حلوين يا محترمين. معلش انا ممكن يكون صوتي شويه مغلق دور برد، فانا بعتذر بقى لو الصوت مش واضح قوي ولا ها. رابر از ان الرابر والبلاستيك الكتريك انسيوليتورز، بينما الكبر الكتريك كوندكتور. الكتريك وايرز ار كوتد مغلفه بايه؟ بالبلاستيك. As it is electric insulator أو الرابر، أوكي؟ اللي بعده رقم 3 يا حلوين يا محترمين. Many devices as نقط وميكروويف وإلكتريك ستوف contains نقط that are used to slow the electric current. الأجهزة زي نقط والميكروويف، أوكي؟ طبعا والالكتريك ستوف هنا توستر، بيحتوي على ايه؟ على الكتريك ريزيستور. علشان تقلل من مرور الكهرباء، فاهمين يا ولاد؟ يبقى رقم 3 هنقول توستر والكتريك ايه ريزيستور. 4 النقط سيركس ذير از اونلي وان باس، طالما اونلي وان باس مسار واحد يبقى سيريس. موفينج ماجنت مغناطيس بيتحرك داخل الكويلد واير كان جنريت الكتريسيتي. باي انكريزنج ذا نمبر بيزاد عدد اللفات في القايل. And moving a magnet inside and outside it the amount of generate electric current will increase. كل ما زودنا حركة المغناطيس وزودنا عدد اللفات بتاع الملف كمية الكهرباء بتزيد. Electric current can flow through different branches. التيار ممكن يمر خلال مسارات متفرعة في parallel. كل ده كلام جميل وسهل وانا واثق ان انتوا عارفينه عشان شاطرين وزي العسل. الكتريك سيركت ان هاوس في البيوت ار كونكت ان ها جود بارلل. 9 ذا ريليشن شيب بتوين ماجنتيزم اند الكتريسيتي، العلاقه بين المغناطيسيه والكهرباء. از يوزد ان الكتريك نقط والكتريك جنريتور والكتريك نقط، طبعا الكتريك موتور. مظبوط يا ولاد؟ الكتريك موتورز اسف هنا اس، والالكتريك جنريتور، والالكتريك ايه كمان يا ولاد؟ والالكتريك ترانسفورمر اللي هي المحولات الكهربائيه. طيب جه في ريزون انا حليته الحقيقه وات هابن، علشان وقت الفيديو بتاعك ما طولش عليك. صام الكتريك سيركت وبرضو انا حليته وقلت اقراه معاك بسرعه عشان لو شرحت على الكمبيوتر كنت بكتب وده بيعوق شويه، فاكملنا هنا الكتابه كتيره فقلت بقى اشرح لكم عن طريق ايه؟ عن طريق الموبايل. يلا. صام الكتريك سيركت كونتين الكتريك ريزيستور، بعض الدوائر فيها الكتريك ريزيستور تو سلو ذا الكتريك كارنت عشان نبطئ من التيار الكهربي. ثرو ذا سيركت تو افويد the damage of other devices عشان نتجنب تدمير بعض الأجهزة. In the parallel circuit we can turn off or remove one light bulb while the other light bulb will remain lit. في البانل ممكن أطفي بعض الأجهزة أو اللمبة والباقي كله يفضل شغال أو منور.
ها بيكوز ان بارلل سيركت، لان في الدوائر اللي على التوازي ذا الكتريك كارنت كان فلو along different branches. في البرر التيار بيمر خلال مسارات متفرعة كتيرة. تلاتة، when a magnet is moved، okay، when a magnet is moved rapidly back and forth، يعني إلى الخلف وإلى الأمام في الكوين، the needle of the galvanometer moves rapidly. في التجربة بتاعت الجلفانومتر لو حركت المغناطيس بسرعة المؤشر اتحرك بسرعة. ليه؟ نتيجة توليد كمية كبيرة من الكهرباء. because the amount أنا كتبتها مرتين أنا بعتذر. because the amount of electric current increase. اوكي اللي بعده، what happened، ماذا يحدث؟ A large amount of electricity pass through an electric circuit. كمية من الكهرباء كتيرة مرت خلال الدائرة that has an electric device، فيها أجهزة، and this circuit doesn't contain electric resistor. مررنا طاقة كهربية كتيرة جدا في دائرة ما فيهاش electric resistor. تمام، ممكن المكونات اللي فيها تتحرق. The components of electric circuit will be damaged. تتدمر. اللي بعده، electric circuit in house، اوكي الالكتريك سيركت، الدوائر في البيوت ار كونكت ان سيريس. يحصل ايه لو توصلت كل الاجهزه او الدوائر الكهربائيه في البيوت على السيريس؟ لو لمبه طفت او جهاز اتحرق كله مش هيشتغل. اهو if one light bulb burn out، لو لمبه اتحرقت the other light bulb will turn off، كله هيطفى. ماذا يحدث؟ A magnet is moved rapidly inside a coil of wire in a circuit containing galvanometer. المغناطيس اتحرك بسرعة، يبقى المؤشر اتحرك بسرعة والتيار هيبقى قوي، يبقى the needle of galvanometer will move rapidly. الإبرة تتحرك بسرعة and the electric current، التيار الكهربي will increase. يلا قربنا نخلص، اتمنى تكونوا فاهمين يا ولاد. Look at the following. طبعا ده branching parallel series، شكله باين جدا. اوكي ده figure 1 ده figure 2. اوكي الاسئله بتقول ايه بقى؟ choose which of this figure is a series. السيريس يبقى بي اللي هي دي مسار واحد. which of this figure is a parallel يبقى رقم ايه؟ صح وغلط. If we remove lamp from circuit in figure A، لو شلنا لمبة the other lamp will still، اللمبة التانية تفضل مولعة طبعا عشان ده ايه branching roots اللي هي البارل. If the switch in figure B، السويتش ده is replaced، استبدلناه بميتاليك بيبر كليبس معدني، all lamp will turn off، كل لمبة هتطفى. لا غلط، تفضل مولعة. ليه؟ لأن الميتاليك بيبر كليبس هتوصل كهرباء لأنها تبع ايه؟ الكترو كوندكتورز. آخر حاجة يا محترمين، look at the opposite figure then choose the correct answer. اختار الإجابة الصحيحة. ده التجربة بتاعت ايه؟ توليد الكهرباء والعلاقة بين الماجنتيزم والإلكتريسيتي. When the magnet moves rapidly in and out، جوه وبره، يبقى المؤشر اتحرك رايح جاي في الاتجاهين، يبقى الإجابة moves rapidly to both sides. خلي بالك لو حركنا لجوه بس اتحرك المؤشر في اتجاه واحد، بره بس في اتجاه الآخر، جوه وبره اتحرك في الاتجاهين، يبقى moves rapidly to both sides. اوكي طيب 2 degrees the amount of produced، عشان نقلل كمية التيار الكهربي الناتج that is detected، اللي بنكشف عنه عن طريق الجلفانومتر عشان نقلله. يو كان ممكن increase the speed، لا increase the number، لا decrease the number of loops، ممكن نقلل من عدد اللفات بتاع الملف.
رقم 3 يا محترمين اقول لكم باي باي. ذا شو فيجر شون فيجر شو ذا ريليشن، الشكل اللي قدامنا ده بيوضح العلاقه بين طبعا ماجنتيزم اند الكتريسيتي. كده الفيديو بتاعنا خلص، اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا واستفدتوا. ربنا معاكم، ربنا يوفقكم يا محترمين، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.